علي عثيم لوكيل شركة بليفون بريني. سمعنا اليوم طلع خبر انه في حملة قوية بشركة بليفون اللي بتتحدى جميع المنافسات لها، يا ريت توضح لنا ايش هي الحملة. حقيقة طلعت شركة بليفون اليوم بحملة جديدة اللي هي بعتقدش انه على القليل بالوقت القريب انه الشركة الثانية تقدر تتنافس مع هاي الحملة. اول شيء خلينا نحكي عن الحملة. الحملة بتقول انه احكي حفشي للو هجبلا كدي بدك من ناحية دقائق، ابعت هو دعوت كديش بدك بس ب 180 شيكل حفشي انترنت، حفشي انترنت بده يزيد لك 31 شيكل باخذ كمان انترنت حفشي، يعني 180 و30 ب 210 شيكل حفشي. والمخشير اذا بده يزيد مخشير طبعا انواع معينه باخذ زيكوي على المخشير ملي، يعني باخذ برجع الشركه بترجع له حق المخشير ملي. يعني مثلا في مخشير على سبيل المثال نوعه ميني جالكسي اللي هو بيطلع ب 210 شيكل مع المخشير، يعني مش 210 الحمله كلها 180 و30 الانترنت بحفشيه ب 210 والمخشير بيطلع ببلاش هاي الحمله على سبيل المثال الميني جالكسي. كمان مره بذكر الحمله من دون التزام بعدد دقائق حفشيه، قد ايه بدك احكي حر، يعني انحكيت 2000 او 3000 او 4000 او 5000 او 10000 دقائق لكل الشبكات بيهمنيش طبعا لوين، انت بس بتدفع 210 شيكل فقط لا غير. ايه بالنسبة للي بده ياخذ جهاز ايفون 4S، جهاز الايفون لانه الجهاز هو اغلى، الجهاز بطبيعته اغلى، يعني بتعرف مخشير الايفون اليوم معروف حقه 4-5000 شيكل لانه اغلى. عندنا الحملة بليفون هيك مع دقائق حفشي، الرسائل حفشي الاس ام اس مع الايفون بتطلع ب 399 شيكل بالضبط. والجالكسي سامسونج، الجالكسي اس 2 نفس السعر كمان ب 300 شيكل. شو بتنصح الجميع؟ طبعا بنصح الجميع يجوا ينقلوا لعنا لبليفون. الاسعار يعني كيف قالوها ما فيش منافسه، ما فيش حدا اللي يتنافس معها لانه حفشي اي قد بدك من دون اي التزام بشيء. كمان شغله مهمه الفت انتباه الناس لها انه بضطرك شوي للانترنت، الانترنت بكل الشركات معروف انه هو بسرعه 1 ميجا بايت، يعني اليوم في ناس اللي معها اجهزه سلكوم او اورنج بالانترنت بفوتوا اي موقع مثلا على موقع شاشه لما بفوتوا تنفتح الصفحه بطول باخذ شويه وقت معها. بليفون الانترنت مش 1 ومش 2 ومش 4 بهاي الحمله 8. شركه بليفون زادت كمان على الحمله انه كله حفشي حتى الانترنت بكله بسرعه 8 ميجا بايت، انترنت كثير كثير سريع ممتاز جدا هذا الانترنت وسريع جدا. بنصح من كل الشبكات احنا حد الدوار موجودين كمان مره يمركوا لعنا ياخذوا هالساعة انمة حريم كيف قالوها، فش يعني فش تحرك فش منافسة ولا من اي طرف لانه هذا المفتاح لحديت الساعة احنا يعني المفتاح اليوم بلش نعرفش اذا في عليه توكيف ولا اي شيء، لحديت الساعة المفتاح جاري المفعول والحملة جاري مفعولها. فبننصح الناس باسرع وقت توجهوا لعنا يستغلوا وياخذوا الحملة. طبعا الاشي ممكن كمان مش شرط، ممكن الاشي عن طريق اوراقات كيف حساب بني نظبط له كمان الموضوع فش ولا اي مشكلة. كأول يوم للحملة هل واجهته هنا عندكم بالنقطة ضغط؟ لا لحديت اسا الحمد لله بعدنا الدنيا الصبح اسا احنا بلشنا لحديت اسا كنا ب 15 عسكر، لحديت اسا نكلنا ناس من اورنج ومن سلكم لعنا لحديت اسا طبعا السبعة اللي بلش اسا احنا قاعدين نعمل دعاية للموقع. بنشكر موقع شاشي اللي قبل كمان كم من يوم كان عنا واعلنا عن طريقه افتتاح محلنا في الريني. نأمل انه كثير ناس راح تنقل لعنا، نأمل ومتوقعين، يعني احنا قاعدين ناخذ كثير تلفونات من المنطقة هون، يعني الناس مستغربة عن حقيقة المفتساع، يعني المفتساع شوي غريب انه حفشي عن جد، يعني بحكي كده بدي بس بدفع 200 حقيقة، هذا الاشي حقيقي وكل الناس انه حقيقي فعلا. كل واحد بيعمل اسكاب باخذ اتفاقيه من شركه بليفون بينه وبين شركه بينه وبين شركه بليفون بيكون اتفاقيه خزي، وكل هذا اللي انا هسه حكيته بيكون موجود بالخزي، فيش اي خوف وفيش اي متاعب ان شاء الله.